كورنادو حمد الله رومارينيو. هناك رغبة اتحادية حديثة، يعني قائمين مع شركة نادي الاتحاد مع الأخوة في صندوق الاستثمارات، بدأوا فعليا التحرك في تقديم العروض الرسمية للحصول على خدمات نجم كبير مثل محمد صلاح. ولكن تبعد حمد الله عن مباراة مهمة في العربية، ولو شارك حمد الله، وطبعا كل الأمور هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تأثيره حيكون إيجابي. تبعد نهائيا، أشوف أول مباراة أساسي، يعني دليل أن المدرب يرتكب أخطاء ولا في أحد يحاسبه. يا جماعة مبروك للاتحاد، ثلاث نقاط مهمة في بداية مشوار الدوري. أي نعم هناك يعني عدم رضا من البعض يعني في بداية الاتحاد، خصوصا يعني المستويات اللي قدمها في يعني أثناء بطولة العربية، يعني واضح بوجود أنه هناك يعني رسالة عتب من الجماهير الاتحادية، شاهدناها اليوم جلية في مباراة الرائد، الغياب الجماهيري الغير متوقع من جماهير الاتحاد. دائما احنا نعرف جمهور الاتحاد يساند فريقه في جميع الملاعب، كنا نقول كلمة دائما أنه يعني أي أرض يلعب فيها الاتحاد هي كأنها جدة. واضح انه الجمهور الاتحادي اليوم عتبان على يعني التاخر في اتمام بعض الصفقات، يرون انه حاجه الفريق في التدعيمات. نونو سانتو واضح انه ما يبغى يستعجل في خلق فجوه بين الفريق اللي حقق او العناصر اللي حققت البطوله الموسم الماضي، يبغى يسوي توازن مع العناصر الجديده. اي نعم هناك استقطابات مهمه جدا خصوصا في وسط الملعب، تتكلم انت عن كانتي، عن فابينو، اثنين من اهم وابرز المحاور ممكن على مستوى العالم. كريم بنزيما لاعب غني عن التعريف، افضل لاعب في العالم، الموهبة جوتا، أي نعم لم يظهر إلى الآن بالمستوى المأمول ولا السمعة الكبيرة اللي حضر فيها من نادي سلتيك، لكن الجمهور الاتحادي يرى أن الفريق الآن بوجود هو الفريق اللي سيمثل المملكة في مونديال الأندية اللي ستضيفها جدة. يطلع هناك أنه عدد من الصفقات، واضح أنه التوجه الاتحادي في الاستقطابات إلى اسمين، أحدهما لاعب محلي، والكل عارف أن الاتحاد ما زال بيحاول رغم رفض نادي الشباب فكرة التعاقد مع اللاعب حسان تنبكتي لسد غياب أحمد حجازي، لكن في حال لم يتوفق الاتحاد في إبرام صفقة حسان تنبكتي بكل تأكيد هناك مدافع سيحضر للفريق الاتحادي. علاوة أنه هناك الاسم اللي أصبح يطرح بشكل كبير جدا، صفقة اللاعب المصري محمد صلاح، هناك رغبة اتحادية حثيثة، يعني قائمين مع شركة نادي الاتحاد مع الأخوة في صندوق الاستثمارات بدأوا فعليا التحرك في تقديم العروض الرسمية للحصول على خدمات نجم كبير مثل محمد صلاح. لكن بكل أمانة بوجود احنا في رسالة بس نطلع، يعني اليوم احنا شاهدنا كورنادو بعد تسجيل الهدف الثاني الحركة اللي سواها، لأنه واضح انه هناك البعض، يعني بين قوسين نقول البعض من الحسابات الاتحادية في مواقع التواصل أصبحت الآن علنا تطالب بإبعاد عدد من اللاعبين بشكل كبير. انت ما زال اللاعبين هذول هم يمثلون الفريق الاتحادي، الاتحاديين يطالبون بإبعاد او التعاقد مع لاعبين بدلاء لكورنادو حمد الله رومارينيو. صحيح، اول واحد قاعد نشوف على الحسابات تقول انه الفرق اللي موجوده الهلال النصر الاهلي قاعدين يتعاقدون، والاتحادين يبقون على هؤلاء اللاعبين، عندهم كاس عالم للانديه. صحيح، وهذا الامر اللي احنا بنتكلم عنه بوجود انه الجماهير الاتحاديه الان يفترض انها يعني تترك هذا الامر لمدرب الفريق ولاداره النادي اللي هي اكيد انها تعمل بس على كمان وقال يعني بعد إيه بس بعد كمان الجمهور قاعد يقول انت امام فرصه كبيره. بكل تأكيد يعني فرصة كبيرة قد لا تتكرر. يعني أنت تعال اليوم مثلا، خلينا نأخذ مثال الهلال، في لعيبة في الهلال ما حد كان يتوقع أنهم يطلعون، لك الهلال فرصة وغير اللاعبين، كاريو طلع من الهلال ما حد كان يتوقع أنه يطلع، كويلار طلع من الهلال ما حد كان يتوقع أنه يطلع، إيجالو طلع من الهلال ما حد كان يتوقع يطلع، لأنه الهلال قاعد يبحث عن الفرصة المناسبة أستغلها أجيب اللاعبين البدلاء. في جماهير اتحادية تقول لك استغل الموضوع وجيب لاعبين. بكل تأكيد بوجود، يعني أنا أكد على كلامك، يعني أنه من حق الجماهير الاتحادية أن ترى أن الفريق سيمثل المملكة في كأس العالم للأندية، لكن هؤلاء اللاعبين ما زالوا مسجلين لديك ويلعبوا في المباريات. يعني من الصعب جدا أنك تطالب اللاعب اللي حيمثلك في مثلا زي اليوم مباراة اليوم بالخروج، يعني طب إذا خرج اليوم اللاعب بس الجمهور يقول لك طب أنا إذا سكت أخاف أنك أنت تحس أن الأمور تمام وما تتعاقد. أنا اللي أعرفه بوجود بكل أنه في تحركات خصوصا من ناحية المدافع، يعني الأهم بالنسبة لنونو سانتو في هذه الفترة تحديدا الحصول على خدمات المدافع. زي ما قلت واضح أن التوجه في المقام الأول رغم رفض الإدارة الشبابية فكرة إعارة أو بيع حسان تنبكتي، لكن الاتحادين ما زالوا يبحثوا بشتى الطرق الحصول على خدمات حسان. إذا لم يتم حسان تنبكتي هناك لاعب أجنبي بكل تأكيد، يعني خروج اللاعبين سواء رومارينو أو حمد الله أو كونرادو، طارق حامد مؤكد أنه اللاعب لن يستمر مع الفريق الاتحادي، الأمر متروك لمدرب الفريق اللي اليوم أكد في المؤتمر الصحفي أنه من يعني يتبقى إلى 7 سبتمبر المقبل سيظهر من اللاعبين اللي سيغادرون الفريق الاتحادي. هو واضح أنه الرسالة أن اللاعبين أصبحوا متأثرين بما يسمعون بما يقرون حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. دور الجماهير أنها تشجع الفريق في هذه المرحلة تحديدا واللاعبين الموجودين، أنه اليوم احنا شاهدنا يعني كونرادو واضح أنه اللاعب
منزعج من مما يقرا مما هذه الامور، بكل تاكيد اللاعب في المقام الاول بوجود بشر بيتاثر بهذه الامور، خصوصا انه ما زالوا اللاعبين يعني مسجلين وبيشاركوا مع الفريق الاتحاد. صراحه نونو سانتوس العام تكلمنا عنه واشدنا فيه وهو يستحق الاشاده ولا ينتظرها منا، لكن من البدايه انك تبدا ب 21 لاعب تروح تعسكر فيهم شيء عجيب. يعني اصلا هو الفريق ينزل 18 يعني الاحتياط مع الفريق 18 يعني ثلاثه هم اللي برا الفريق، شيء صراحه كان غريب. بعد كذا لما اصيب عمر هوساوي لعبنا الاتحاد قاعد يلعب بسنتر واربع اظهره، اليوم مد الله السنتر الثاني. مو معقوله ان الاتحاد تروح تمشي حمدان الشمراني او تمشي اي اسم ثاني، مو معقوله ان فئاتك السنيه ما فيها سنتر ثاني، قاعد كل الفتره هذه ما راح تجيب لاعب اجنبي سنتر ثاني في انتظار ان حجازي يرجع. ما هو بالفريق البطل ما ينتظر لاعب مهما كان اللاعب، حجازي لاعب اسطوره ولاعب كبير ولاعب، لكن ما حد ينتظره. العمل الصحيح اللي مدحنا فيه الاتحاد العام الماضي، اليوم الاتحاد لازم ما ينتظر احمد حجازي، المفروض يجيب لاعب اجنبي ولاعب يوازي النقله. مو معقوله اني كانتي وبنزيما وفابينو وهذا وفي الاخير اقعد انتظر ارجع او لا، جيب سنتر نفس الليفل هذا. هذا اللي المفروض انه يصير في الاتحاد. صراحه يعني انا اشوف ان الاداره الاتحاديه ما هي جالسه مع المدرب بشكل كويس. المدرب كل ما طلع قال عندي لاعيبه وعندي نقص لعيبه، مترددين قاعدين يلعبون نفس الكلام اللي قاله وائل حق كورنادو، نفس الشيء يعني اللعيبه بدا بينهم الكلام يكثر، وهذا مو بشيء كويس للنادي نفسه. بس اثني على كلام ابو عبد العزيز انه الاتحاد شدنا فيه العام الماضي وكل الاضلاع، يعني الاداره، المدرب، جوده اللاعبين. اليوم شوف العكس، يعني غرفه الملابس، المشاكل اللي تصير مثلا، يعني انت كمدرب تعطى الصلاحيه ولكن تبعد حمد الله عن مباراه مهمه في العربيه، ولو شارك حمد الله طبعا في الامور هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تاثيره حيكون ايجابي، تبعده نهائيا، اشوف اول مباراه اساسي، يعني دليل انه المدرب يرتكب اخطاء ولا في احد يحاسبه. يا جماعه من نقول لا تتدخل في عمله بس ناقشه، وزي ما الفضل حكايه المدافعين ابتعاد لعيبه بعد هذا اللعب انا ما ارتاح له. لا يا جماعه، الاتحاد مجموعه تحتاج الى اداره، الامور الفنيه اوكي ما نتدخل فيها اللي هي الخطه، التكتيك، الاختيار، ولكن في اشياء، في نسيج، في معروف لاعب سعودي تفكيره، يجب يكون في تدليل. اداره الاتحاد شبه متفرج على ما يعمله نونو.